مرحبا، اليوم درسنا لو على قلبي لفضل شاكر. خلونا نبلش. الكوردات هن A minor D minor G C F نرجع بعدين D minor بعدين E ونرجع من عيد. لهيدي الغنية رح نستعمل السترامينج الشرقي أو الريتم الشرقي يلي هو داون داون أب داون 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 أب داون بهيدا الشكل. فينا نلعبه بغير طريقة، يعني ما مندق البيز بكل الأوقات، مندقه بس بالأول. هيدا الشكل. لندق هيدي الغنية بدنا ندق مرة A minor بعدين مرة دي ماينر بعدين مرة جي مرة سي مرة اف نرجع للدي ماينر بعدين مرتين اي ميجر. وهلأ خلونا نشوف كيف منغنيها ومندقها مع بعض. اوكي ركزوا معي، رح بلش اول شي بالاي ماينر. لو على قلبي داب في هواك وكفاية للوسهر وعناد ويايا جوا عيوني حنين وغروب مشتاق لعينيك قلبي نادالك حن في يوم تعالى وديك المقطع اللي بعده. بتغيب ايام وليالي وانت ما بتغيب عن بالي وتروح وتسيبني عليك مشغول بعد الطريقة نرجع من عيد. بحلم بعينيك وكلامك وبدوب في هواك نرجع بعدين من أول لو على قلبي. خلونا هلأ نسمع الغنية وندقها مع بعض. Thank you.
وهيدا كان كل شيء لليوم. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب. باي.